بسم الله. دلوقتي لو انا عندي شكلين وعايز ادمجهم مع بعض، بكل بساطة هاجي هنا واقول له حط لي كيوب وجاب لي سهم هي موجودة فين. تمام، اهي هقول له اعمل لي شكل تاني، وليكن مثلا نختار ايه، نختار بيراميدز. البيراميدز موجودة، اقول له موف وابدأ احرك البيراميدز بسهم بالشكل دوت هنا. طيب دلوقتي انا عايز ادمج الشكلين دول مع بعض، هاجي هنا والبول واسحب البيراميدز والكيوب، الاتنين مدمجين مع بعض. طب انا مش عايزهم بالشكل دوت، اعمل ايه؟ هاجي هنا، ده النوع بتاعه ايه، سبتراكت بي زي ما انت شايف. طب لو احنا عكسناها، خليناها مثلا ايه، يونيون بي، يبقى كده اللي هيحصل الاتنين مدمجين مع بعض. طيب لو ايه انستراكت بي، الجزء المشترك بينهم ايه، وزود بي. وفي اي وقت تقدر تعدل اي جزء منهم، يعني ممكن البيراميدز دي مثلا عايز تطلع بس شوية لفوق، او تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. والكيوب نفس الموضوع برضو، تقدر تتحرك بيها، تقدر تدخل تعدل في الخصائص بتاعتها، السايز زي ما انت عايز.